حد يربي سحليه يا زينب؟ دي حربايه. اهلا وسهلا، شيليها بس من قدام، انا مش قادر ابص لها. ليه دي غلبانه؟ لا بتهش ولا بتنش، مطرح ما بتحطها بترضى وبتوافق. والله العظيم. طب يبقى هاتيها تنام جنبنا يا زينب. دي مخليها معاكي ليه؟ اصل انا اي حاجه بحلمها بتتحقق، وانا حلمت بيها بالحربايه. جات لي في المنام وبتتكلم، قالت لي ايه بقى؟ لا دي رؤيه كده. قالت لك ايه الحربايه يا زينب؟ قالت لي ان لو صاحبتها ربنا هيبعت لي ايام حلوه ويسعدني. فتاني يوم وانا على الكورنيش بفطر رحت شفتها فافتكرت الحلم، فروحت جايباها وجاي على طول. وبص ربنا حقق الحلم واكرمني بقدع راجل وبيت وعيله. ادعي بس معايا محبوس ربنا يكمل الحلم ويحققه وتفضل معايا طول العمر. ربنا ياخدها. بص حلوه الوانها بتتغير. حلوه ايه بس يا زينب؟ حلوه ايه يا زينب؟ تقولش كده برضه، هتتعود عليها. بص ازيك يا مو؟ هاي يا طنط، ازيك عاملة ايه؟ عايزاك. حضرتك سحبت من البنك 50,000 جنيه في شهرين بس، ممكن اعرف ليه؟ منى صاحبتي، انتي عارفاها، مسافرة بيروت وكانت محتاجة فلوس لحد ما باباها يبعتهم لها. ما بعتهمش قبل ما تسافر ليه يا ترى بقى؟ حصل مشكلة في تحويل الفلوس وحاجات كده، أنا مش فاهم قوي يعني، بس هي أكيد هترجعهم لنا يعني. أوكي، أول ما ترجعهم تبلغني، مفهوم؟ أوكي. لسه برضو مفيش أخبار؟ لا مفيش. إن شاء الله خير. على روي جيت تليفون معايا. سلام. ايوه يا باشا، هو قدامي اهو. الو انسي، تشكر يا عماد التوصيه. عيب يا علوه، ما تقولش كده، احنا اخوات يا راجل. يا كبير خليك معاه علي ثانيه واحده. ايه يا كابتن، في ايه؟ البضاعه كلها ملفوفه وجاهزه، مش فاضل بس الاشاره منك يا كبير.